السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي كل متابعينا على قناتي على اليوتيوب بتربيه الارانب والطيور مع ابو نرمين. تنساش انزل تشترك في القناه سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقه النهارده يا شباب الحمد لله درع اليوتيوب تاني جالي على شربين على المركز بتاعنا يا شباب، والمندوب بتاع شركه الشحن اتصل بيا من شويه وقال لي معايا ابو نرمين. قلت له يا باشا عمال لي قابلني انت فين، تعالى انا جبت لك درع اليوتيوب الفضي. فقال لي قابلني على المركز بتاعكم عشان ادي لك ايه درع اليوتيوب. زي ما انت فين يا جماعه، انا من قريه ابو صالح، قريه تبع الارياف في مركز شربين، والحمد لله يا جماعه رايح دلوقتي في الطريق عشان استلم درع اليوتيوب. فيا ريت تكملوا معانا على طول الاخر واستنونا واحنا بنستلم الدرع، برضه هنصور معاكم لحظه بلحظه واحنا بنستلم الدرع من المندوب من الشركه. استنونا ما تروحوش بعيد. اخواتنا كل حبايبنا صباح الفل عليكم يا حبايبي. انا الحمد لله وصلت شربين تمام علشان استلم درع اليوتيوب. المندوب جاي من الشركه ان شاء الله، راح استلم درع اليوتيوب ان شاء الله دلوقتي حالا في مركز اسكندريه. انت زي ما تروحش بعيد، يلا بينا واحنا بنستلم درع. انا يا شباب من مركز اسكندريه بفضل الله واحنا بنستلم درع اليوتيوب اللي جاي وصل عندنا دلوقتي حالا من امريكا يا شباب. درع ال 100,000 مشترك، واحنا بفضل الله وصلنا 131,000 مشترك. وادى درع اليوتيوب يا شباب بفضل الله. طبعا اسمير مشكورا مندوب تبع شركه الشحن، هو اللي تواصل معانا عن طريق التليفون، صحاني من يوم الصبح ورن عليا وقال لي الدرع بتاعك وصل وقابلني في شربين علشان استلم درع اليوتيوب. الحمد لله بفضل الله درع ال 131,000 مشترك بفضل الله وصلنا له. اشكركم ان شاء الله، منتظرين اخواتي معانا الحفله باذن الله الكبيره، وان شاء الله نوصل للمليون مشترك ونوصل للدرع ده باذن الله. طبعا سمير يا جماعه من اجا، استاذ سمير يا جماعه من اجا تبع الاهليه، واحنا برضه اهليه. الدرع ال 100,000 احبكم بالله، انتظروا ان شاء الله الحفله الكبيره باذن الله على القناه، والفيديو الكبير ينزل ان شاء الله على القناه. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم. احلى مسا عليكم كل حبايبي وكل متابعيني على اليوتيوب، اخواتي وحبايبي اسره ابو نرمين، بحبكم جدا في الله يا جماعه بجد والله. مش عارف اشكركم ازاي على الدرع اليوتيوب الفضي. وطبعا الدرع ده يا جماعه ان شاء الله هنفتحه قريب باذن الله، انا والشيخ سامر. الشيخ سامر ان شاء الله هو اللي يفتح الدرع ده باذن الله يا جماعه، لانه اخ عزيز على قلبي بحبه في الله. طبعا بقى في وجود برضه بران بلاط ووجود اخواتنا وحبايبنا ان شاء الله لقوا برضه موجودين معانا. وطبعا هتعمل حفله صغيره كده عند الشيخ سامر في المكتب بتاعه الجديد باذن الله، احتمال يبقى يوم السبت الجاي ان شاء الله اللي هو يوم 18، احتمال ان شاء الله يوم 18 باذن الله يا شباب. طبعا ده درع اليوتيوب الفضي الحمد لله وصل تريد تاني. بحبكم قوي، وجودكم معايا اسره جميله واسره سعيده، اخواتي وكل حبايبي وكل متابعيني على اليوتيوب، اقسم بالله ربنا العالم يعني بحبكم قد ايه، بحبكم كتير جدا يعني. سبحان الله كان عندي مشاكل في درع اليوتيوب ده اول ما كملت 100,000 مشترك، والحمد لله سبحان الله يعني ربنا يأراد ويجي العمل بزياده يعني الدراء بزياده. الحمد لله ربنا ما ارادش ان هو يزعلني، الحمد لله. دعواتكم ليا وقفكم جنبي هو اللي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها ديت، وصلنا ل 100,000 مشترك. الاول بدانا بمشترك واحد، وصلنا دلوقتي حاليا ل 131,955 مشترك بفضل الله يا شباب. حاجة جميلة جدا يعني، مش مشترك بقى يعني، انتوا اخواتي وكل اسرتي وعيلتي وكل حبايبي. الدرع يا جماعة اللي بهديه لكم، يعني انا بهدي الدرع ده يا جماعة لكم. الدرع التاني اهو، الدرع ادي كده من يمين جاي، الدرع التاني الاولاني جاي، الدرع الاولاني جاي اهو يا جماعة، ده درع تاني. فلو مش فاكرين يا جماعة لما انا كنت قلت كان عندي مشكلة في درع اليوتيوب، درع اليوتيوب الاولاني يا جماعة لما جيت بعت قال لي في مشكلة عندك ومش عارف ايه والكلام ده وعدل ومش عارف ايه والكلام ده، وكان بسبب فيديو كان عندي هو اللي كان فيه المشكلة ديت. بعت مرة واثنين وثلاثة وعشرة تمام يا شباب. فسبحان الله جيت بعت المرة التانية فجه درع الحمد لله.
بشكركم جدا يا شباب، وانتوا اسرتي وعيلتي كل حبايبي، وان شاء الله انتظرونا بقى هنعمل ده يا جماعه، نفتحه مع بعض. شيخ سامر هو اللي هيفتح ده اليوتيوب ده، هو قال لي هنعمل حفله عنده، وان شاء الله هو اللي يفتح التالت ده ان شاء الله يا شباب. عشان ما اطولش عليكم، اللي لسه بقى بيتفرج علينا لحد دلوقتي لسه ما اشتركش عندنا في القناه، يا ريت ان هو يشترك في القناه، فعل زر الجرس، يدعم الفيديو بلايك، يكتب كومنت كويس يا جماعه يشجعنا. بتمنى ان تقولوا مبروك، لان بجد يعني الفرحه كويسه جدا بيكم، وربنا ما يكتبش علينا اي احزان. طبعا الفرحه يا جماعه فرحتين، فرحه الدرع دي تمام يا شباب اول، وفرحه نرمين بنتي عقبال عنكم جميعا. فرح نرمين يا جماعه يوم 27/9 الجاي، النهارده 13 لطلعت 13/9، والفرح يوم 27/9 لسه بالظبط 13 يوم، والفرح في اليوم 14. اتمنى ان اخواتي وحبايبي وكل المتابعين عندي على القناه ان هم يشرفوني وينوروني، بحبكم جدا اهلي وحبايبي. طبعا تحياتي الشيخ سامر، ابراهيم بلاط، تحياتي لمحمود ندى والشيخ مختار، جابر منازل، محمد فندام، محمد بريك، هشام سلامه، علي محمدين، اخ عزيز وغالي على قلبي، كلكم يا جماعه اخواتي وكلكم حبايبي. طبعا محمد الصافي، طبعا برضو المهندس محمد سلامه، المهندس محمد ابو يحيى، الناس دي كلهم يا جماعه يعني اسره بتحبهم وبيحبونا في الله. طبعا برضو حياتي الحسن شتا والحازم والسام الشعراوي، تحياتي لكل الناس اللي وقفت جنب مننا، والناس اللي دعمتنا، والناس اللي اشتغلنا معاها، والناس اللي اتعاملنا معاها. تحياتي الحقلان محمود داوود، كل الناس يا جماعه اللي اتعاملنا معاها واشتغلنا معاها في مجال الارنب، كل المتابعين، الناس اللي اشتغلت معانا، استاذ احمد زيدان برضه تحياتي ليه يا جماعه. مش عايز انسى حد، الناس كلها بجد يعني اشتغلت معاها بجد، حسيت معاهم بفرحه، اشتغلت معاهم بكل يعني حب، وان شاء الله يا جماعه نكمل معاكم باذن الله لاخر العمر، طول ما فينا نفس باذن الله نفضل معاكم على اليوتيوب، لان انتوا عيلتي، عايزين احنا نقدر نوصل لكم المعلومه على قد ما بنقدر، على قد ما اتعلمنا. مفيش فينا حد كامل، ما كامل الا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فطبعا على قد ما قدرتنا بنقدر احنا نشتغل معاكم ونوصل لكم المعلومه على قد فكرنا وعلى قد علمنا يا شباب. طبعا برضو حياتي لكل اهل الصعيد بشوي، اهل المنيا واهل الصعيد على دماغي، طبعا كل الشكر والتقدير برضو لاخويا محمد الاسمر، اخويا حسام كاريكا، كل اخواتنا يا جماعه اللي معانا في الميديا تمام، كيمو، اخواتنا كلهم يا جماعه، عشان مش هفضل منسي يعني مش عايز انسى حد ماشي. بحبكم كلكم، وطبعا يا جماعه الفرحه فرحتين، واتمنى ان احنا نفرح مع الناس كلها باذن الله. حبايبي واخواتي، ان شاء الله انتظروا الفيديو بتاع افتتاح مكتب الشيخ سامر وفتح دير على اليوتيوب على ايد الشيخ سامر ان شاء الله. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.